بسم الله الرحمن الرحيم. التوبيك التاني اللي هناخده النهارده ان شاء الله ام اس تي مالتيبل سبانينج تري بروتوكول. ايه فكره المالتيبل سبانينج تري بروتوكول؟ نرجع كده بالذاكره، احنا كنا قلنا ان في كذا فيرجن من بروتوكول السبانينج تري، الليجاسي سبانينج تري اللي هو الكومون سبانينج تري بروتوكول، تمام؟ وقلنا ان ده سيسكو اساسا مش بتعمل له سبورت، هي عملت عليه فيرجن تاني اسمه BVST بيرفي لان سبانينج تري بروتوكول. ليه كانت مشكلتي ايه في الكومن سبانينج تري بروتوكول؟ ان كانت كل الفيلانات اساسا ليها كالكوليشن، ليها انستانس واحد بس، تمام، من السبانينج تري بروتوكول. تمام، بروتوكول البيرفي لان سبانينج تري كل فيلان اساسا ليها انستانس خاصه بيها. بمعنى انا عندي مثلا في الشركه 100 فيلان، معنى كده ان كل فيلان ليها كالكوليشن خاص بيها اساسا. افتكروا كده الطريقه اللي كنا بنحسب بيها روت سويتش، والطريقه اللي كنا بنحسب بيها مين الديزجنيتد بورت ومين الروت بورت، الكالكوليشنز دي هتتم 100 مره، مره بناء على مستوى كل فيلان. لو انا عندي دلوقتي شركه كبيره شويه، اعتقد ان ده لود عالي قوي على اي شبكه عندي، على اي سويتشد نتورك عندي، تمام. علشان كده عملوا بروتوكول الام اس تي. بروتوكول الام اس تي ده سيوتابل للانتربرايزز الضخمه اللي عندها فيلانات بعدد كبير. فكرته ايه؟ ان كل مجموعه من الفيلانات هيبقى ليها كالكوليشن واحده بس، ليها كالكوليشن واحد بس. يبقى الكومون سبانينج تري هي كالكوليشن واحده بس على مستوى كل الفيلانات، البير فيلان لكل فيلان هيبقى لها كالكوليشن خاص بيها. المالتيبل سبانينج تري حاجه كده وسط ما بين الاثنين، كل مجموعه من الفيلانات هيبقى ليها انستانس وكالكوليشن واحده بس، تمام. الفيتشر بتاع الام اس تي اساسا بدا كفيتشر تبع سيسكو، وبعد كده بقى اوبن ستاندرد. سيسكو هي اللي بداته في الاول، وكان اسمه ام اي اس تي بي مالتيبل انستانس سبانينج تري بروتوكول، وبعد كده اتحول لستاندرد عالمي وسموه ام اس تي مالتيبل سبانينج تري بروتوكول، وادوله تريبل اي طبعا نظرا لان هو بقى ستاندرد، تمام. فالتريبل اي ادت له رقم 802.1 اس. لغاية سنة 2005 بقى تابع بروتوكول الدوت 1 كيو اساسا، وخلاص يعني بقى ستاندرد وهو تابع اساسا بروتوكول الدوت 1 كيو، تمام. الفكرة تاني ان في البروتوكول بتاع الام اس تي ان الادمن بنفسه هو اللي بيعمل مابنج بايده ما بين الانستانس بتاعت السبانينج تري وما بين الفيلان داتابيز، يعني كل مجموعة من الفيلانات هو هيحطها في انستانس خاص بيها. ممكن ان انا اكرر كام انستانس؟ لغاية 15 انستانس، من 0 لغاية 15، او للدقة 0 هنكتشف ان هي محجوزة ما اقدرش اكريتها، هي متكريتة جاهزة. يبقى من حق ان انا كريت كام انستانس؟ 15. بس 3 انستانس مور ذان انف لاي شبكة، لاي شركة في الدنيا. ليه؟ لان اغلب التوبولوجيز اللي هتلاقوها في الشركات مش هتبقى مثلا حاجة فول مش بالمنظر ده، اغلب الشركات اساسا هتلاقوها على شكل ترانجل، على شكل مثلث كده. على سبيل المثال ده ديستريبيوشن، ده ديستريبيوشن، وهفترض ان اللي تحت ده مثلا اكسس سويتش، تمام. انا ممكن اخلي سويتش 1 هو ده الديستريبيوشن او هو ده الروت سويتش بالنسبه لمجموعه معينه من الفيلانات، وبالتالي البورتس اللي عليها كلها هتبقى في حاله الديزجنيتد، والبورتس اللي قصادها هتبقى في حاله الروت. ده بالنسبه لمجموعه معينه من الفيلانات، واخلي سويتش 2 هو بالنسبه هو الروت بالنسبه للفيلانات الثانيه، وبالتالي كل الانترفيسز اللي عليها هتبقى في حاله الديزجنيتد، والبورتس اللي قصادها هتبقى في حاله الروت، تمام. وطبعا في بورت منهم هيبقى اساسا بلوك، والبورت التاني هيبقى في حاله الديزجنيتد. ده بالنسبه لاغلب الشركات. يبقى 2 انستانس في الحاله دي كويسين جدا، كفايه قوي. 3 انستانس مور ذان انف، يبقى 15 انستانس. مفيش اي انتربرايز اصلا بتوصل عدد الانستانس بالنسبه لها لكل لكل العدد ده من الانستانس. فكره بروتوكول السبانينج تري بتاع من الاول بقى، او المالتيبل سبانينج تري بروتوكول، بيبقى عباره عن ايه؟ ان انا بيبقى عندي مجموعه من السويتشز، ادي سويتش ماشي كده شبه الراوتر بس يلا مش مشكله، انتوا عارفين ان ده ايه سويتش، تمام. هحطهم كلهم في ريجون. يعني ايه كلهم في ريجون؟ يعني الريجون ده مثلا هسميه اي اس، زي مثلا هسميه سيسكو وات ايفر، او ريجون 1 وات ايفر. كل السويتشز دي متوصله بينها وبين بعضيها، هيحصل كالكوليشن على مستوى السويتشز دي مين هو روت سويتش جوه نفس الريجون. والريجون ده اساسا عشان اقدر ان انا او اخلي كل السويتشز توافق على الكالكوليشنز بتاعتها، الريجون ده بيكون ليها نفس الانستانس نيم، ليها نفس حاجه اسمها ريفيجن نمبر، ليها حاجه ليها نفس المابنج بتوين الفيلان والاس تي بي.
يبقى الريجن ده تاني عشان اقدر ان انا اكريته to be in the same region. عشان كل switches تكون في نفس السيم region لازم يوافقوا على ثلاث حاجات. الحاجة الاولانية اللي هما ليهم نفس ال instance name, same instance name. تاني حاجة same revision number. تالت حاجة same mapping between ال VLAN database and STP instance. يبقى تاني switches عشان اساسا توافق ان هما يكونوا في نفس region لازم يوافقوا على التلات شروط دول. تمام. لو انا حققت التلات شروط دول في الريجن الاولانيه التلاتة سويتش دول 1 و2 و3 هيختاروا لنفسهم اساسا روت سويتش خاص بيهم. طب سي دلوقتي ان انا هبدا ان انا اكريت ريجن تانية جواها ادي سويتش الثاني الثالث واحطهم كلهم برضو التلاتة في نفس الريجن ده مثلا السويتش هنا 4 5 6 ومتوصلين ببعض. ان الشبكة بتاعتي كبيرة شوية شبكة ضخمة شوية هكريت ريجون كمان وجواه مجموعة من السويتشز. السويتشز دي هتبقى مثلا 7 8 9 ومتوصلين ببعض. وهفترض ان سويتش 7 متوصل بسويتش 3 سويتش 8 متوصل بسويتش 5 سويتش 2 متوصل بسويتش 4. كل ريجن من دول هيبقى له روت سويتش. فهفترض مثلا ان سويتش 1 ده هو ده الروت سويتش, سويتش 4 هو ده الروت سويتش, سويتش 5 او سويتش 8 مثلا هو ده الروت سويتش. يبقى كل ريجن اساسا هيبقى لها روت سويتش الخاص بيها. وبالمناسبه طالما السويتشز كلها جوه نفس الريجن بنسمي الكلام ده انترا ريجن. الترافيك اللي ما بينهم بنسميه انترا ريجن. ما بين تو ريجنز مختلفين بنسميه انتر ريجن. بنسميه ايه؟ انتر ريجن. وفي روت سويتش منهم يعني ده بالنسبه للمالتيبل سبانينج تري بروتوكول هو شايف الشبكه بتاعتي بالمنظر ده. الاول ندي كده كل ريجن اس ده مثلا ريجن اي ده ريجن بي ده ريجن سي. تمام. طب احنا هنصبر بس شويه وهنشوف الكونفيجريشن هتلاقيها هايفه جدا فوق ما تتخيل. تمام. بالنسبه لبروتوكول السبانينج تري الكومن سبانينج تري هو شايفه ازاي؟ ان في عندي سويتش الثاني الثالث. تمام. سويتش منهم او ريجن فيها ده اي بي سي. وافترض ان السويتش ايه ده, ده مش سويتش بقى ده ريجن. بس من وجهه نظر بروتوكول الكومن سبانينج تري اللي بيتبعت ما بينهم اساسا هو شايف ان السويتش ايه ده, ده الروت, ده اساسا الروت. معنى كده ان اي سويتش عندي في ريجن بي عايز يوصل للسويتش في ريجن سي هيعدي الاول عن طريق مين؟ الروت ريجن دي. يعني اي سويتش هنا افترض ان دي هي دي الروت ريجن بتاعتي, سويتش 4 عايز يوصل للسويتش 8 الترافيك بتاعها هيمشي ازاي؟ يعدي الاول على الشبكه دي وبعد كده يوصل لها. تمام. لان تاني من وجهه نظر بروتوكول السبانينج تري هو بيتخيل ان كل ريجن من دول اساسا كان هي سويتش مستقل بذات نفسه. وبالمناسبه بروتوكول الكومن المالتيبل سبانينج تري بروتوكول اساسا معتمد على بروتوكول الرابيد سبانينج تري بروتوكول. يبقى جوه الريجن ذات نفسها شغال بروتوكول ايه؟ الار اس تي بي. او للدقه بقى احنا عارفين ان سيسكو مش بتسبورت الار اس تي بي, احنا عارفين ان سيسكو بتسبورت الرابيد بي في اس تي بلس للدقه. تمام. يبقى جوه كل ريجن شغال بروتوكول مين؟ الرابيد بي في اس تي. ما بين السويتشز اساسا مو بعضيها او ما بين الريجنز مو بعضيها شغال الكومن سبانينج تري بروتوكول العادي. يبقى كل ريجن هيختاروا لنفسهم روت سويتش. تمام. ونفس الكالكوليشنز اللي احنا حكينا عنها في بروتوكول السبانينج تري العادي. وبعد كده من وجهه نظر الكومن سبانينج تري هو بيتخيل ان كل ريجن فيها اساسا عباره عن ايه؟ عباره عن سويتش ذات نفسه مستقل ذات نفسه. تمام.
في حاجة كمان، بروتوكول المالتيبل سبيننج تري بروتوكول باكورد كومباتبل مع بروتوكول السبيننج تري بروتوكول اللي هو الليجاسي سبيننج تري بروتوكول، وكومباتبل برضو مع بروتوكول البيرفيلين سبيننج تري بروتوكول. تمام. طيب في حاجة بقى، اغلب الشركات اساسا بتحط كل السويتشز جوه ريجن واحد بس، لان معروف ان عدد السويتشز بتاعتي لو زاد قوي زيادة عن اللزوم بيبدأ ان هي تحصل مشاكل. على سبيل المثال الماك ادرس تيبل مش يقدر ان هو يستوعب كل الماكات اللي موجودة عندي في السويتش، في الاجهزة اللي حواليا والسويتشز اللي حواليا. حاجة كمان هتبدأ تحصل مشاكل اساسا في البرودكاست والارب، بروتوكول الارب هتحصل مشاكل كتير. فعشان كده اغلب الشركات لو السويتشز بتاعتي زادت قوي قوي زيادة عن اللزوم بيبدأوا يعملوا سيجمنتيشن اساسا لبروتوكول السبانينج تري باي لير 3 ديفايس. على سبيل المثال يعملوا سيجمنتيشن عن طريق راوتر او اي ديفايس يعمل سيجمنتيشن للسبانينج تري. تمام. فغالبا سيناريو زي ده نادر جدا 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 لو شفتوه، اغلب الانتربرايزز هتلاقيها شغالة على ريجن واحد بس. نشوف بقى اسئلتكم وبعد كده نكمل. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. كل اللي انا عملته بس وانا موقفه الفيديو شغلت ترانكينج على مستوى كل السويتشز بتاعتي. تمام. سواء ما بين 1 على 2 2 على 1 1 على 0 0 على 1، حتى ما بين سويتش 2 سويتش 4 سويتش 4 سويتش 3، قومت الشبكه بتاعتي كلها ترانكينج تو فيريفاي. لو انا جيت دلوقتي هنا كده قلت له شو انترفيس ترانك، المفروض ان كل سويتش فيهم يكون عليه 6 بورت بيعملوا ترانكينج في حالة الترانكينج. تمام. نقدر بعد دلوقتي نقوم بروتوكول المالتيبل سبانينج تري بروتوكول. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. اول خطوة خالص، الاول انا عايزة اتأكد مين هو السويتش الروت بتاعي. لو قلت له شو سبانينج تري الروت، يبقى عرفت كده ان سويتش 4 هو ده الروت سويتش بتاعي. تمام. كل السويتشز المفروض ان هي توافق على سويتش 4 هو الروت. جود براكتس ان انت لما تبدا تعمل كونفيجريشن المالتيبل سبيننج تري بروتوكول ابدا من الروت سويتش، لانك لو ما بداتش من الروت سويتش وكنت بتعمل اساسا في تي بي بروتوكول، مش مشكله مش هنعمل حاجه بالفي تي بي دلوقتي. تمام. المفروض تاني لو انت دلوقتي بتعمل الكونفيجريشن وبتعمل مايجريشن من بروتوكول الرابت سبيننج تري بروتوكول او الرابت بي في اس تي بلس للدقه لبروتوكول المالتيبل سبيننج تري بروتوكول، لو عملت الكونفيجريشن دي على اي سويتش تاني غير الروت سويتش وما كنتش لسه لحقت تعمله على روت سويتش، هتلاقي بعض البورتس عندك اتحولت لحاله الروت انكونسيستنت ستيت. فبدل ما تحط نفسك في سيناريو سخيف زي ده، الريكومندد دايما تعمل الكونفيجريشن بنفس الترتيب اللي انا هعمله، يا اما ان انت تروح على روت سويتش تبدا عليه الكونفيجريشن، يا اما لو انت هتعمله على اي سويتش تاني اول خطوه مش تشغل بروتوكول المالتيبل سبيننج تري بروتوكول، لا اول خطوه خالص ان انت تبدا تعمل المابنج، عمليه المابنج، وفي الاخر خالص تيجي على كل سويتش تفعل عليه بروتوكول المالتيبل سبيننج تري بروتوكول. ازاي؟ اول حاجه هاجي على سويتش 4 واقول له سبيننج تري ان اس تي مالتيبل سبيننج تري configuration enter. لقيت نفسي دخلت تحت config dash mst. هبدا اعمل هنا configuration. اول حاجه لو استخدمت الهيلب هما الثلاث حاجات اللي انا محتاجاهم، اللي هو يكونوا ليهم نفس الرقم الريفيجن، ليهم نفس النيم، ليهم نفس الانستنس. فنبدا بواحده واحده. الريفيجن سي مثلا الريفيجن نمبر 1، النيم كلهم ليهم نفس النيم، سي مثلا هسميه mst اي. تمام. بعد كده الانستنس هقول مثلا انستنس رقم 1 هيبقى جواها الفيلانات، زي مثلا فيلانات من 10 لغاية 20. انستنس رقم 2 هيبقى جواها فيلانات من 21 لغاية 30. انستنس رقم 3 هيبقى جواها فيلانات 30 لغاية 40. هكرر بس الفيلان دي، فيلان من 10 لغاية 40. تمام. المفروض ان انا هروح على باقي السويتشز كلها واعمل نفس الكونفيجريشن. فلو جيت هنا قلت له شو رانينج اس
السكشن بتاع ام اس تي، هاخد الكونفيجريشن دي كده تكون ايدنتيكال على كل السويتشز. تمام، واتاكد طبعا ان الفي لينز اوريدي اكزيست من 10 لغاية 40، يا اما طبعا اكون مشغلة بروتوكول الفي تي بي. لو جيت دلوقتي على كل السويتشز وقلت له هلاقي على مستوى كل الفيلين اللي هي 40 فيلين الروت سويتش واحد بس، كلهم ليهم نفس الروت سويتش، كلهم نفس الروت سويتش اللي هو في حالتي هو مين؟ سويتش 4. تمام، انا مش عايزه ده يحصل، انا لما عايزه دلوقتي اقول له شوت بيننج تري روت الاقي كل مجموعه عندي من الفيلينات يبقى ليها ام اس تي كالكوليشن واحده بس، لان حتى هذه اللحظه كل فيلان من دول ليها كالكوليشن خاصه بيها، ليها روت سويتش خاص بيه. تمام، فالخطوه اللي بعد كده اعمل ايه؟ هاجي على مستوى كل السويتشز في الكونفيجريشن مود واقول له بيننج تري المود اللي انا هشتغل بيه، البروتوكول اللي انا هشتغل بيه هو بروتوكول الام اس تي على مستوى كل السويتش. تمام، لو جيت المره دي تاني اقول له شو سبيننج تري، شو سبيننج تري الروت، لقيت في فعلا دلوقتي ظهر عندي كام انستانس؟ 3 انستانس بالاضافه لام اس تي 0 لسه هتكلم عنها دلوقتي، وهلاقي ان ليهم كلهم نفس روت سويتش. بس لا، بس مع الوضع في الاعتبار حاجه، ما بقاش كل دلوقتي فيلان ليها كالكوليشن خاص بيها، ده كل انستانس ليها كالكوليشن خاص بيها. ومين هو الروت سويتش على مستواهم كلهم؟ هو سويتش 4. تمام، لو قلت له شو سبيننج تري ام اس تي انتر، او لو انا عايزه اركز على ام اس تي معينه زي مثلا ام اس تي 1، تمام، قال لي ذس سويتش هو الروت بالنسبة لام اس تي 1، ده الروت جوه الريجن، هو هي ريجن واحدة اللي عندي. تمام، نفس الكلام ام اس تي 2 this switch is the root بالنسبة ل 3 this switch is the root. تمام، بالنسبة لام اس تي 0 بقى، لو جينا هنا تاني ام اس تي 0 قال لك ده دلوقتي اولا بتستخدم في نقل الكنترول بلين جوه الريجن ذات نفسها. ام اس تي 0 دي بتستخدم عشان الكالكيوليشن والكنترول بلين جوه الريجن ذات نفسها. ولو قلت له هنا شو سبيننج تري بالنسبه لام اس تي 0 هلاقي دلوقتي اي فيلان عندي مش مابد لاي انستانس هلاقيها مابد الفيلان لانستانس 0. اي فيلان ملهاش اساسا كالكيوليشن ومش مش مابد، انا مش عامله لها مابنج لاي انستانس، هلاقيها باي ديفولت مابد لمين؟ لام اس تي 0. وبالتالي لو انا عايزه اقلل الكونفيجريشن على السويتشز بتاعتي مينيمم خالص، انا ممكن اعمل ايه؟ احدد المود على كل السويتشز ان المود بتاعي ام اس تي، احدد الريفيجن نمبر، ادخل جوه الكونفيجريشن يعني بتاعه الام اس تي واعرفهم كلهم ان هم ليهم نفس الريفيجن نمبر، ليهم نفس الاسم من غير ما اعمل مابنج، من غير ما اعمل انستانس مابنج، وساعتها بالظبط كان انا شغاله ببروتوكول الام اس تي ليجاسي سبيننج تري بروتوكول. ليه؟ لان كل الانستانس اساسا او كل سوري كل الفيلانات هتبقى مابد ساعتها بالانستانس رقم 0، يبقى انا كده بالظبط كاني شغاله على بروتوكول الليجاسي سبيننج تري بروتوكول. ده لو انا حبيت ان انا اقلل الكونفيجريشن نهائي. تمام، بالمناسبه سي دلوقتي سويتش 4 احنا اتفقنا ان هو الروت على مستوى كل الانستانس بتاعتي. تمام، طب لو انا حبيت دلوقتي هو الروت بالنسبه لكل الانستانس بتاعتي، طب لو انا حبيت مثلا ان سويتش 2 على سبيل المثال هو يبقى الروت بالنسبه لمجموعه ثانيه من الفيلانات، مثلا على سبيل المثال فيلانات من 10 ل 20، نفس الكونفيجريشن اللي كنا بنعملها قبل كده. يعني هقول له بعد كده سبيننج تري، احنا كنا بنقول له سبيننج تري بالنسبه لفيلان كذا، لا المره دي هقول له ايه؟ ام اس تي اللي رقمها انا عايزه اخليهم بالنسبه للفيلانات من 10 ل 20. 10 ل 20 دول مبدا على مين؟
على ام اس تي 1، يبقى بالنسبه لام اس تي 1 وباقي الكونفيجريشن كلها ايدنتيكال للي كنا بنعمله. يعني على سبيل المثال ممكن احدد البريورتي، ممكن استخدم الماكرو بتاع الامر بتاع روت برايمري، وساعتها هو لوحده هيلعب اصلا في البريورتي. يعني اقول له دلوقتي روت برايمري، تمام؟ وبالتالي لو قلت له دلوقتي شو سبانينج تري بالنسبه لام اس تي اللي رقمها 1، قال لي بالنسبه لرقمها 1 مين الماب فيلانات اللي عليها من 10 ل 20، والسويتش ده هو روت بالنسبه لام اس تي 1، تمام؟ بقيه الكونفيجريشن زي ما اتفقنا ايدنتيكال. يعني لو انت عايز تعمل تيونينج للباس للطريق، يعني السويتشز بتتنقل بينها وبين بعضيها، احنا كنا لعبنا قبل كده في الكوست، كنا لعبنا قبل كده في البورت باريورتي، هي نفس الكونفيجريشن تيبيكال، بس كل مره بدل ما تستخدم اوبشن فيلان هتستخدم الاوبشن بتاع ام اس تي ورقم الام اس تي، بس بقيه الكونفيجريشن كلها ايدنتيكال، تمام؟ طب انا عايزه دلوقتي اتست فعلا، نيجي كده على التوبولوجي بتاعي، عايزه اتست فعلا ان اي داتا ريليتد بفيلان 10 لغايه 20 زي مثلا 10 جايه من سويتش 3، جايه من سويتش 3 راح على سويتش 4 على سويتش 1 مثلا على سبيل المثال، عايزه اتاكد فعلا ان هي هتمشي عن طريق سويتش 2. نعمل الكلام ده كده، هكريت هنا انترفيس فيلان 10 وادي له اي بي زي مثلا 10 3 اوفر 24، ونفس الكلام فوق 4 اوفر 24، وهنتست كده فعلا على الباس فعلا هيمشي عن طريق سويتش 2 ولا لا. نكريت الكلام ده، هاجي على سويتش 1 انترفيس فيلان 10 اي بي ادرس، تمام؟ ونفس الكلام بالنسبه لسويتش 2، سوري مش سويتش 2، سويتش 3، تمام؟ لو قلت له دلوقتي شو ارب، انا عايز اوصل لسويتش، انا على سويتش 3 عايز اوصل لسويتش 1، لقيت سويتش 1 الماك بتاعه كام؟ القيمه دي، تمام؟ فلو قلت له بعد كده شو ميك ادرس تيبل، عايز اعرض الجزء الديناميك بالنسبه للادرس بتاع سويتش 1، يبقى الميك تاني كده هو انا سويتش 1 المفروض ده 1 سويتش 1 الاي بي بتاعنا اديت له عشرات 1، تمام؟ سويتش 3 اديت له اي بي عشرات 3، البنج شغال، ولو قلت له شو ارب المفروض ان ده الماك بتاع جهاز سويتش 1، والمفروض لو قلت له شو ميك ادرس الدايناميك بالنسبه للادرس بتاع الديستنيشن ده المفروض يجيبه، المفروض هنا يجيبه شو اي بي انترفيس بريف وعلى سويتش 1 شو اي بي انترفيس بريف طيب نشوفه على سويتش من وجهة نظر سويتش 2، هو المفروض هنا يظهر هنا عادي. طب تعالوا نعكسها، ام نوت شور ليه مش عايز يزيد هنا الماك ادرس تيبل، شو ميك ادرس تيبل جزء دايناميك
تسعة ده اللي هو فعلا 10-3، هو فعلا جايبه اهو بس الاتجاه العكسي ام نوت شور ليه مش جايبه. تمام، فعلا بالنسبة لفيلان 10 المجدة هو ده بتاع مين؟ ده بتاع 10-3 اللي هو سويتش 3. استخدم انهي بورت عشان يروح له؟ اسر 1/2، اسر 1/2، يبقى استخدم البورت ده 1/2 عشان يوصل اساسا لسويتش 3. تمام، والمفروض ان سويتش 3 نفس الكلام بالظبط. لو انا قلت له هنا شو ارب بدا يظهر اهو، ام نوت شور ليه ما كانش ظهر في الاول. تمام، بدا يظهر بالنسبه، او سوري مش ده اللي كان الصبح، شو ميك ادرس تيبل بالنسبه للجزء الديناميك. ام نوت شور ازاي اساسا عندي قيمه بينجبل عندي وبالنسبه لي ورغم كده ملهاش انتري جوه الماك ادرس تيبل. ده مش لوجيكال، ده مش لوجيكال نهائي. ادرس تيبل ده عادي مش مشكلة، سويتش 1 جايب ام نوت شور بنج على 10-3 شو ميك ادرس تيبل وعلى سويتش 3 المفروض شو ماك ادرس تيبل ظهر اهو. ام نوت شور ليه ما كانش جايبه من الاول. تمام، لان المفروض اللوجيك بيقول ان البنج اساسا ايكو ريكويست ايكو ريبلاي. اه صحيح انا السورس والماك ادرس تيبل بيتبني دايما اصلا بالسورس مش بالديستنيشن، بس المفروض ان بيبقى فيه ريبلاي، فالمفروض كان يظهر هنا برضه. ام نوت شور ليه، بس المهم دلوقتي تاني لما انا قلت له هنا شو ماك ادرس تيبل قال لي ان الماك الفلاني، لو قلت له شو ارب تمام بالنسبه لواحد هو ده الماك بتاعه، وبالتالي لو قلت له شو ماك ادرس تيبل دايناميك بالنسبه للادرس ده انتر كان لسه ظاهر دلوقتي في الماك ادرس تيبل. اختفى، كان لسه ظاهر اصلا في الماك ادرس تيبل. يا اما احنا كنا لاعبين في الايدجنج تايم مخلينه قيمه قليله جدا. تمام، المهم تاني ان هو جاست لما بنكت طلع من اسر 2-3، 2-3 من البورت ده كده. في اي مشكله في الجزء ده؟ هو هنا بس على سويتش 3 واضح ان الماك ادرس تيبل بيتمسح لحظيا. ام نوت شور ليه في اي مشكله في الجزء ده؟ يلا بسم الله الرحمن الرحيم. السؤال بس اللي هو ده فعلا كان سؤال حلو. عدد الانستنس احنا اتفقنا ان هم 16 انستنس، بس طبعا بيفرق من فيرجن للتاني، من بلاتفورم لبلاتفورم. يعني الاي او يو عندي بيسبورت لغايه كام؟ لغايه 4095 انستنس، بس احنا اتفقنا في الشركات عاده 3 is more than enough، 3 كويس جدا instance. تمام، في بلاتفورم هتلاقيها بتسبورت لغايه من 0 لغايه 15 بس، يعني 16 instance، فعلى حسب البوكس اللي انت شغال عليه. تمام، طيب تعالوا بقى ندلت كل الكونفيجريشن اللي انا عملتها ونرجع تاني نعملها بس على VTP version 3. المفروض دلوقتي لو انا كريتها، لو كريت الانستنس بتاعي او الكونفيجريشن بتاعت الام اس تي على اي سويتش فيهم، هلاقي ان الكونفيجريشن دي سمعت على باقي السويتشز كلها. فندلتها ازاي؟ هقول له نو سبانينج تري ام اس تي كونفيجريشن جاست لايك ذات. كده المفروض ال MST اساسا configuration انا دلتها خالص. تمام، شو spanning 3 ما بقاش عندي الا MST 0 بس. ليه تاني؟ لان البروتوكول دلوقتي باي ديفولت اساسا اللي انا مشغلاه، انا ما لغيتش الا الامر بتاع الانستنس بس او configuration بس، لكن المود لسه ستيل موجود، وبالتالي كل الفين انا دلوقتي مبدا على مين؟ على ام اس تي 0. اي فيلانات عندي دلوقتي مبدا على ام اس تي 0. تمام، طيب واتفقنا ساعتها ان انا بشتغل كاني بالظبط شغال على بروتوكول الليجاسي سبانينج 3 بروتوكول. نشغل بقى دلوقتي تاني كده ال في تي بي فيرجن 3. اعتقد ان هما محتاجين
متخطبين اساسا. اعتقد ان هم مرتبطين باسم الدومين نيم شو في تي بي ستيتس سيسكو كلهم محتفظين باسم الدومين. تمام، يبقى انا كده اول حاجه عملتها ايه، شغلت فيرجن 3، هاجي على اي سويتش منهم احوله للبرايمري بي تي بي برايمري، بس المره دي انا هشغله برايمري مش للابلكيشن بتاع الفي تي بي الفي لان، انا المره دي هشغله للابلكيشن بتاع الام اس تي. ام اس تي، طب ما انا اوريدي سيرفر شو بي تي بي ستيتس، انا اوريدي السيرفر بتاعي دلوقتي هنا. سوري، لا انا فعلا اللي غلطانه، لان معلش سوري، الفيتشر في لان السويتش باي ديفولت بيبقى سيرفر، بس بالنسبه للام اس تي السويتش باي ديفولت بيبقى ترانسبيرنت، فسوري دي انا اللي غلطانه فيها. في تي بي مود سيرفر، بس بالنسبه لاني ابلكيشن الام اس تي. لو جيت بقى اقوله تاني هنا كده شو برايمري ام اس تي او في تي بي برايمري ام اس تي، تمام. نبدا بقى نظبط الكونفيجريشن دلوقتي، نكريت بس هنا اي انستانس كده ونشوف فعلا هتتنقل ولا لا. فاقول له هنا spinning tree MST configuration، واقول له هنا احنا اتفقنا اول حاجة revision واحد مثلا، النيم هسميها مثلا MST او نسميها VTB MST اي اس، وبعد كده instance اللي رقمها واحد هعمل له mapping على الفيلينات من 10 لغاية 20، instance 2 من فيلينات 21 لغاية 30، instance رقم 3 VLANات من 31 لغاية 40. تمام، المفروض كده ان الكونفيجريشن اللي انا عملتها كلها هتتنقل. طب ازاي ان انا افريفاي فعلا ان الكونفيجريشن اللي انا عملتها اتنقلت؟ لو قلت له دلوقتي شو MST شو spinning tree MST 0 MST configuration شو spinning tree MST configuration، دي configuration هنا سمعت، هاجي بس على بقية السويتشز لان هي ما سمعتش هنا، واحولها لسيرفر، لان احنا شفنا بعنينا دلوقتي ان الديفولت بتاع السويتش اساسا ان هو transparent. فهاجي على سويتش 2 واقول له هنا VTB المود بتاعي سيرفر او client whatever، نخليه مثلا client بالنسبة للام اس تي. سويتش 4 المفروض ان الكلام ده دلوقتي هيسمع هنا شو spinning tree MST configuration، بدأ يسمع اهو شو spinning tree MST configuration، على كل switches بدأت الconfiguration فعلا تظهر عندي. تمام، لو في اي اسئلة قبل ما ناخد اخر topic في الـ multiple spinning tree protocol. بسم الله الرحمن الرحيم، نكمل كده، هدلت بس كل الكونفيجريشن اللي انا عملتها. كده كله اتدلت. تمام، بسم الله الرحمن الرحيم،
البولش اللي احنا هنعمله دلوقتي زي ما قلت لكم هو مش كومن في الشركات، يعني لان زي ما قلت لكم هو يعني ريجن واحد مور ذان انف. تمام، هاجي على سويتش واحد هخليه في ريجن اي، سويتش 2 هخليه في ريجن بي، سويتش 3 و4 هخليهم في ريجن سي، وبالتالي سويتش 1 هو اللي هيبقى الروت سويتش جوه ريجن بنسميه ريجن روت سويتش، سويتش بي او سويتش 2 هو ده برضو اللي هيبقى روت جوه ريجن بي، وهيحصل الكشن ما بين سويتش 3 وسويتش 4 على روت سويتش فيهم، اغلب الظن هيبقى هو سويتش 4. تمام، نجرب كده الكونفيجريشن دي، وطبعا بناء على ايه مين هو روت سويتش؟ على نفس الكالكوليشن اللي احنا كنا حسبنا بيها الليجاسي كومن سبيننج تري بروتوكول عادي جدا. فنعمل الكلام ده كده، هاجي على سويتش 1 هقول له هنا سبيننج تري ام اس تي كونفيجريشن، هقول له انستانس او نخليها الاول من الاول ريفيجن، هدي له مثلا ريفيجن 1 النيم ايه انستانس، هخليه مثلا الانستانس رقم 1 بالنسبه للفيلانات من 10 ل 20. سويتش 2 سبيننج 3 ام اس تي كونفيجريشن الريفيجن 2 بالنسبه للنيم هسميه بي، بالنسبه للانستانس هخلي انستانس رقم 2 دي مبدا الفيلانات احنا خلينا هنا من 10 ل 20 يبقى دي من 21 لغايه 30 فيلان، من 21 لغايه 30. بالنسبه لسويتش 3 و4 سيم كونفيجريشن سبيننج 3 ام اس تي كونفيجريشن الريفيجن 3 النيم سي الانستانس دي مثلا هسميها انستانس 3 بالنسبه للفيلانات مثلا احنا عملنا 10 ل 20 20 ل 30 يبقى من 31 لغايه ال 40. ذا سيم كونفيجريشن هعملها على سويتش 4 شو رانينج سيكشن الام اس تي ريفيجن 3 النيم سي الانستانس 3 فيلين عشان اتاكد ان هما ماتشد من 31 لغايه 40. تمام، وطبعا البروتوكول اللي شغال عليهم كلهم هما بروتوكول الام اس تي، يعني في الكونفيجريشن مود انا ما كنتش لغيت الامر ده اللي هو سبيننج 3 مود ام اس تي. تمام، لو جيت دلوقتي مثلا على عليهم كلهم قلت له شو سبيننج 3 مين هو الروت، لقيت عندي هنا في هنا روت بالنسبه ل ام اس تي 1 و ام اس تي 0، نفس الكلام هنا 1 و 0 1 و 0. ده ليه؟ لان كل سويتش فيهم دلوقتي جواه كالكوليشن خاصه بيه هو. سويتش 3 و 4 موافقين ان الروت سويتش هو مين، او نقول له هنا شو سبيننج 3 ام اس تي، في عندي هنا بالنسبه لام اس تي 0 بيقول لي دلوقتي ان الروت سويتش هو ده والريجنال روت سويتش هو ده. تمام، يعني ايه الروت سويتش؟ احنا اتفقنا ان الشبكه دي من وجهه نظر، او نسيت اقول لكم دي او قلناها في اول يوم تقريبا، قلنا ان من وجهه نظر بروتوكول السبيننج تري بروتوكول ان عندي سويتش اي كونكتد بسويتش بي كونكتد بسويتش سي، وواحد منهم هو الروت. هفترض ان سويتش سي هو ده الروت سويتش بتاعي. تمام، معنى كده ان اي وبي لو عايزين يروحوا لبعض الترافيك هيعدي عن طريق مين؟ السي. تمام، فعشان كده جاب لي هنا ان في اتنين روت، روت بالنسبه للريجن اللي انا فيها وروت تاني بالنسبه للتوبولوجي بصفه عامه. لو رحت عند سويتش واحد مثلا قلت له شو سبيننج 3 بالنسبه لبروتوكول الام اس تي، قال لي دلوقتي ان الريجنال روت سويتش هو مين؟ هو ده الاي بي بتاعه هو ذات نفسه، ده البريدج هو ده ذات نفسه، او ريجنال بالنسبه للريجن كلها سوري، ده الريجن كله اللي هو سويتش مين؟ سويتش 4. ده كده
الماك بتاع سويتش 4 تمام. لو جينا نشوف بالنسبه للام اس تي 1 مثلا، ده الماك بتاعي وده الروت سويتش تمام. ده انهي روت؟ ده اللي جوه اساسا الشبكه ذات نفسها. طيب مفيش عندي ام اس تي 2، هو ام اس تي 1 بس، احنا كنا كريتنا انستانس واحده بس تمام. يبقى بالنسبه لزيرو ام اس تي 0 هلاقي في عندي الريجنال روت سويتش، ده اللي هو مين؟ ده الماك ادرس بتاع السي اللي هو في حالتي سويتش 4، لان سويتش 4 ده هو روت سويتش بالنسبه للريجن اللي هي سي، وهو ريجنال روت سويتش بالنسبه للتوبولوجي بصفه عامه. يعني معنى كده ان اي ترافيك من ايه لغايه بي لازم يعدي عن طريق مين الاول؟ عن طريق سويتش 4 تمام. طب بالنسبه لسويتش 2 نجرب برضه نفس الكلام، شو سبيننج تري ام اس تي بالنسبه للانستانس 0 هلاقيه بيقول ان الريجنال روت ده اللي هو سويتش 4. ولو نزلت تحت كده بالنسبه للام اس تي 1 الروت سويتش بالنسبه للام اس تي 1 زي سويتش هو الروت بالنسبه للام اس تي 1 تمام. هيبقى عندي روت سويتش جوه نفس الريجن لكل ريجن، وهيبقى عندي روت سويتش ريجنال روت سويتش بالنسبه للتوبولوجي كله على بعضه تمام كده. الاستاننج تري او المالتيبل استاننج تري بروتوكول خلص. لو في اي اسئله